في غياب جيرال بيكي المعاقب، هو كذلك عفوا جيرال بيكي المصاب رفقة إنيستا، وكذلك جوردي ألبا، في حين جيريمي هو معاقب. فريق برشلونة اليوم يلعب بتير شتيغن في الحراسة، سيرجي روبرتو سيكون على الجهة اليمنى، لوكاتين على الجهة اليسرى، غابير ماتشيرانو في وسط الدفاع رفقة سامويل أومتيتي، سيرجيو بوسكيت في وسط الميدان مع أندري غوميش البرتغالي، وكذلك إيفان راكيتيتش، نيمار وميسي ولويس سواريز ثلاثي الذهبي. لمس أغويرو إلى الآن، انطلق أغويرو، أغويرو ودي بروني، بابا خطيرة، وبابا ضرب الجزاء، لا يقول البطاقة الصفراء، سبحان الله، سبحان الله على هذا الحكم، لا بطاقة صفراء للوكادين في المرة الأولى، ولا بطاقة صفراء للوكادين في المرة الثانية، ويمنحنا بطاقة صفراء لرحيم ستيرلينغ. أنا لا أقول رفض ضربة الجزاء لأنه هذا تقدير، وأعتقد أمتيتي لم يخطئ هنا، لا لم يخطئ، ولكن يمنح ليو ميسي، وبابا راح. انطلق الكرة عن طريق اللاعب نيمار، لم يكن متسلل نيمار، راح نيمار وسواريز، نيمار يراوغ، نيمار يوصل لليلا، با 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 جول. درس في الفعالية بين نيمار وليو، ليو ميسي من بعيد لنيمار، نيمار توغل وانتظر، ثم مرر، ثم جاء العملاق ليو، قاهرة الكبار ليو ميسي يستلم ويسدد، ثم يسجل جول، كان السيتي هو الذي سيسجل، ولكن ليو قال لا، وانطلق نيمار، لحقه ليو ميسي من العمق، شوف الصورة، شوف الإعادة، شوف الانطلاقة من ليو، نيمار رجع لليو، ليو دخل ببساطة وبسهولة، أمرر ثم أستلم، أتوغل ثم أسدد، على يمين الحارس جول للبارسا. نيمار راح، نيمار دخل، نيمار زاد، نيمار يواصل، نيمار نيمار والشبكة الصغيرة ثم الركنية. طلقت عليه يا لويس سواريز لما جيت هنا. فريق برشلونة مثل اللعبة تحرمهم منها، يعملون المستحيل من أجل استرجاعها، كرة بالراس الخطيرة وجول، لا ما زالت الخطورة، ميسي سواريز، لعبة ثلاثية من أروع ما يكون، ميسي داخل منطقة العمليات يمرر، أنا متأكد، أي نعم ليو فنان وليو بارع وليو ماهر، ولكن أنا مشوف بأن دافيد سيلفا ودي بروني وأغويرو لم يستلموا كرات، افهموا ماذا يحدث، الكرة ممتازة، جول غوندوغان يعدل النتيجة عند الدقيقة 39 من خطأ فادح، هدية يمنح دفاع فريق برشلونة لمانشستر سيتي، اللعبة الثلاثية تخطئ أمام أغويرو، تدفع الثمن، نعم الخطأ بثمن غالي، أغويرو استلم كرة، فتح اللعب كالمعتاد، الكرة ضاعت من سيرجي روبرتو، نعم ضيعتها يا سيرجي، أغويرو اختفى مررها لرحيم، رحيم على الطبق لغوندوغان في القائمة الثانية بيسرى، يعدل النتيجة للمان. لذلك لاحظت منذ حين بأن البارسا كان سيرجي روبرتو ضيعت مرة ثانية يا سيرجي، والانطلاقة لفرناندينيو، بابا خطيرة، الكرة من هناك لدافيد سيلفا، يرجع لفرناندينيو، جول ما لاحظناه وشاهد، ضاعت الكرة من بوسكيتس، دي بروني أغويرو، بابا جول، يا بابا ما ضيعت، ماذا ضيعت، رطأ أغويرو اختفى الكرة، مررها لرحيم مثل ما جاءت يا رحيم، كان بإمكانك تسددها. نيمار وميسي لا يضيعون كرات مثل هذه يا رحيم. تسترجع الكرة في الوسط لصالح أغويرو، أغويرو مع دي بروني، أغويرو تولى وستكفل بتنفيذ هذه المخالفة، سأضعها في الشباك، واضح من خلال ملامح وجهه وإصراره وتركيزه الكبير. بروني يستعد، دي بروني يتقدم، يسدد، وجول 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 وجول، كيفن دي بروني البلجيكي يفعلها ويسجل جول ثاني، يا سلام، من أروع ما يكون، كان باديا عليه بأنه سيفعلها ويسجل. دي بروني منذ مسك الكرة بيديه، منذ وضعها في نقطة التسديد، منذ اعتنى به سيتي، الكرة مرفوعة بشكل رائع بالراس، كاد أوتامندي يلحق على هذه الكرة، راحت ركنية، كاد أوتامندي يلحق على هذه الكرة، راحت ركنية،
سيصابون سيصاب عشاق مانشستر سيتي بالجمعة. رحيم عنده الكرة، رحيم يرفعها خطيرة للبارسا في دافيد سيلفا ودي بروني، خلاها لدافيد ولا دافيد سيلفا، راح دافيد سيلفا توغل، دافيد سيلفا يلعب عند اليسرى، قول رافا بابا بابا قول سيندم لاعبو مانشستر سيتي على هذه الفرص التي تضيع. كولاروف حتى على طبق في اتجاه دي بروني، كاد يكون الثالث. نعم سيندم عناصر مانشستر سيتي على كل هذه الكرات والفرص. جون ستونز في الاسترجاع، اوبا با 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 راح سواريز، جون ستونز لسواريز، سواريز مر وراح سواريز، با 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 جول. يا اندري جوميش، رحيم ستيرلينغ هو الذي يخرج في هذه اللحظات ويأخذ مكانه خيسوس ناباس، إسباني آخر في تشكيلة فريق مانشستر سيتي. هاي الكرة الرائعة جدا التي ضاعت، رحيم يا دي بروني وصلته ما هوش متسلل، رحيم 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 ستيرلينغ يرجع لدي بروني جول. تيرشتيغن هاته الكرة الرائعة جدا، مرت ببضعة سنتيمترات، شوف الذكاء الخارق عند دي بروني مثل ما جروف تعالوا طريق دافيد سيلفا، أكبر يلعب من هناك لدي بروني، دي بروني بابا 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 جول 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 جول. انت ألماني خداع، غوندوغان يسجل ثنائي على برشلونة. ما هذا الذي يحدث للبارسا في هذه المباراة؟ ماذا حدث لهم في غرف الملابس حتى يعود عناصر برشلونة بهذا السهول في الشوط الثاني، بهذه الأخطاء المتكررة، بهذه الفراغات العجيبة؟ أم أن فريق مانشستر سيتي بسبع أرواح؟ أغويرو قاتل، أغويرو ساحر، أغويرو أنت المجرم. أي نعم ميسي مجرم، ولكنك أيضا مجرم لأنك أرجنتيني مثله. خيسوس نافاس لأغويرو، غوندوغان في الأماكن اللازمة في الأوقات اللازمة يفعلها بالبارسا ويسجل الثلاثية. كان البعض يتوقع أن يفوز السيتي ولكن ليس بهذه النتيجة. الذي يوث مؤهلة ولا إلى إقصائية مؤهلة، هو في نهاية المطاف صفر الحكم، يلها من فرحة لغوارديولا من أمام المدرب لويس إنريكي. فوز كبير وتاريخي وفوز مستحق وجدير. Take a moment right here, feeling like it's out here, driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair going.